يمكن عم يطلع خسارته ال 14 يوم. احمد حجازي بيلعب الكره رائعه على المعتوق، المعتوق بيتقدم، بيتقدم المعتوق، بيلعب الكره للعجبالي، جول 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 عجبالي، عم بيهز الشباك ولع ولع جمهور الانصار. العجبالي 1-0، هدف ما بيقدر يعمل له شيء على السبع، اهتزت المدرجات، وهدف رائع جدا. قلت لكم الحاج مالك بينام بينام بينام، بس وقت يوع الحاج مالك الماني ما توقفوا قدامه ابدا، عم بيهز الشباك، عم بيعطي التقدم لفريقه 1-0. كرة بلشها احمد حجازي رائعة للمعتوق، والمعتوق اعطيه كرة اسيست والاجمل للحاج مالك ليسجل هدفه 21 والعاشر بمرمى النجمة بمختلف المسابقات. هدف رح ينحكى عنه كتير، الانصار عم يرجع مؤقتا للصدارة. هيدا لحجازي للمعتوق، المعتوق بيقرب 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 وبيلعب الكرة. الكرة النجموية مرة جديدة، باراتا بيلعبها قصيرة مع مواطنه ماتيوس، باراتا رح يعكس الكرة العرضية بعيدة الكرة على حمام لخليل بدر، ممكن التسديد من خليل بدر، خليل بيلعب الكرة لداخل منطقة الجزاء، الكرة بالقائم، مش معقول، جول جول للنجمة، جن جنون النجمة بالهدف المجنون يلي سجله خليل بدر على غفلة بطريقة مفاجئة بطريقة مباغتة. الكرة اللي راحت إلى شباكه لهادي كنج، خليل بدر عم يرفع، عم بيسدد، عم بيمرر، مش مهم، المهم بالنسبة لجمهور النجمة إنه الكرة هزت الشباك وأعلنت عن فرحة جنونية. شوفوا الفرحة بمدرجات جمهور النجمة، فرحة ما بتشوفوها كل يوم بملاعب الرياضة اللبنانية، لأن بكل بساطة هيدا الجمهور مميز، واللي بيميزه عن غيره هي اللحظات، انفجار الفرح بالمدرجات عندما يسجل احد لاعبي النجمه. هالمره خليل بدر كان عم يوقع على هدف التعادل، خليل عمل الكنترول، لعب الكره الاماميه راحت باتجاه القائم. عم بتتابعونا بالبيوت بالمقاهي وين ما كان، تحيه كبيره لكم. فرصه عجبالك كمان مره، جول 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 جول، عجبالك عم بيهز الشباك النجماوية بالهدف الثاني الحاج مالك، اثنين الانصار واحد النجمة. رجعت المباراة اشتعلت من جديد اكثر واكثر واكثر مع تقدم الانصار بهدف الحاج مالك من هالكرة الثابتة من ركلة ركنية. الحاج مالك بيرجع بيولع جمهور الانصار وعم بيسجل هدفه 11 بالمسابقات الرسمية بمختلف المسابقات بمواجهة فريق النجمة. هيدا الحاج مالك، شوفوا وين الدرب، ما بيقدر، أول مرة عملها بعام 2017 وهالموسم عم بيكرر اثنين ديربي على التوالي. إذن السفاح عم يقدر يوصل للشباك الوقت يلي إجي فينيو، فينيو عم يرد على الحاج مالك، النار بالنار والبادي اظلم، هيدا يلي عم ياكدو جيفينيو من انصاف الفرص مجددا المهاجم البرازيلي، وبالمناسبات الكبرى وعندما بيحتاج له فريق النجمه عم يقدر يسجل جيفينيو، عم يقدر يهز الشباك جيفينيو، الفرحه الكبيره بالمدرجات النجماويه، جيفينيو 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 مره جديده عم بيكون حاضر، سجل بمرمى الغازيه جيفينيو هدف، سجل بمرمى شباب الساحل هدفين، واليوم كمان كان موجود ليسجل من بعد ما كمان اصاب الشباك بمرمى البرج على الهدف الخامس للاعب البرازيلي، سوء تغطيه هون جيفينيو، التسديد بالزاويه القاتله، يا سلام يا جيفينيو مع الكره الاماميه كيف هرب رقابه عبد الله عيش وسدد بعيدا. من يا مهدي شو هالاستاذي، بيلعب الكره داخل منطقه الجزاء، بيطلع هادي كانش ليبعد الكره، الخطوره موجوده، جول جول
المرمى، هذه كان جوان دير جمهور النجمة. شو هالمباراة من الأجمل يلي معقول انتبعها، حلوة كتير 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 مباراة. وهالهدف الرائع ماتيوس عم بهز الشباك ليعلن عن هدف الثاني مع فريق النجمة، النجمة يلي قلب تأخره لتقدم على فريق الأنصار. وين دفاع الأنصار؟ غائب تماما مثل ما بدوا لعيبة النجمة، عم يتسلوا عم يتحركوا. مهدي الزين من وقت ما نزل شعل أرض الملعب من التمريرات، خليل بدر بيلعب الكرة بيبعدها، ما في حدا على ماتيوس. شوفوا ماتيوس شو عمل، شو هالكرة الرائعة، شو هالهدف يلي بيتدرس فعلا من اللاعب البرازيلي ماتيوس. حلو كثير مع فريق الأنصار تاريخيا ليتقدم على فريق الأنصار. والشي بصير، النجمة عم بفوز وكأنه النجمة أحرز لعب الدوري اللبناني. شوفوا الاحتفالات النجموية اللي كان بدهم ثلاث نقاط هاي المباراة، ويطلعوا للمباراة المقبلة مع فريق الشباب الغزية ليروحوا يمثلوا لبنان بآسيا. مبروك كبير لفريق النجمة، هارد لك لفريق الأنصار.